السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة مطبخ أمينة، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. صباحكم مبروك إن شاء الله. اليوم غادي نديرو فطور. هنا درت واحد ثلاثة ديال البيضات، درت معاهم الملحة والبزار. هنا غادي نديرو فطور، هذا طبعا للفطور للكوتي داك اللي بغيتو. درت معاهم شوية الملحة وشوية البزار، غادي نحطهم بهالشكل هذا. غادي نتسنى شويه غادي نحط عليه الخبز. هذا كيسميه خبز تورتيلا، ان شاء الله من بعد غادي نديروا الطريقه ديالو. حتى هو خبز تورتيلا بحالو بحال الخبز ديال الشاورما، يعني يمكن لكم تستخدموا حتى خبز الشاورما ماشي مشكله. غادي نحطوها بحال هكا. من بعد ما كنخليوها ملي كتقبط معنا هنايا كنحاولوا نقلبوها، كنستعينوا ب شي حاجه بحال هكا، كنحاولوا نقلبوها معليش بحال هكا. وغادي نجي هنا ونحط هذا ديك رومي مدخن، ونحط معاه جبن. هني انا عندي جبن موتزاريلا وجبن شيدر، هذا كيتباع بحال هكا مخلوط جبن مع بعض. وحطوا الجبن اللي كتبغيو اللي متوفر عندكم، يعني فيكم تحطوا اي جبن، الجبن اللي عندكم الجبن اللي متوفر عندكم تحطوه. غادي نجيب هادي بالشكل، هيا تنحمروها من الوجهتين، تنحمروها بحال هكا، تنحمروها من الوجهتين، تنقلبوها وتنعاودو نقلبوها حتى كتحمر عندنا كيف كتشوفوا. دابا هذا هو الشكل النهائي ديالها، طبعا هذا هو المتو، غادي نشوفوا طبق التقديم ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديالنا، فطيره بالبيض وجبن وديك الرومي مدخن. هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف كتشوفوها. دابا بعد ما قطعناها هذا هو الشكل النهائي. تنقول لكم صحه فطوركم، تقدر ماشي غير الفطور، الكوتي، العشاء، الناس اللي كتعشى خفيف، هذا هو راها كت جميله لان فيها خبز وفيها بيض ديك رومي وجبن. وتنقول لكم صحه وهنا على قلوبكم، وان شاء الله يا ربي تجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم، لان صراحه نتمنى نعرف الراي ديالكم. وبالصحه والراحه عليكم، وما تنسونيش من لايك واشتراك للقناه، وشكرا.